السلام عليكم، معكم محمود من قناة روا لايف. الصراحة أنا ملقتش مكان مناسب أكتر من المكان اللي أنا واقف فيه ده وسط حديقة الأطفال علشان أتكلم فيه عن الأطفال، بس مش الأطفال الصغيرين قوي، لا الأطفال الكبار شوية، المراهقات تحديدا، المراهقات. لأن لاحظت أن في بعض مواطنين بعض الدول العربية، مش كلهم الصراحة يعني، بس لاحظت أن في مواطنين دول معينة أثناء دراسته هو ممكن يكون صغير في السن شوية، 20 سنة، 19 سنة، يعني مش معدي، مش 26، مش 27، لكن بيلاقي واحدة مثلا صغيرة في السن بتتلاطف معاه، ظريفة معاه، بتهزر، بتتكلم، فيفتكر ان في حاجة. وأحب يعني احنا في رمضان وكل حاجة، بس في ناس ما بيفرقش معاها رمضان الصراحة، فأنا يعني حابب ان اتكلم في الموضوع ده، احرى ان احنا نتكلم ونتواصى بالخير وبالصبر وبالفضائل في الشهر الكريم. فانصحك تبعد عن الرذيلة اولا، ثانيا ابعد عن الاطفال، لان الدولة بتعدهم اطفال اللي سنها 15 سنة و 14 سنة كتير قوي في اوكرانيا. الطلبة بيلاقوا بعض مثلا بنات كمان في مدارس شغالة اونلاين او عن بعد، او ففاضيين، في بنات فاضية او تبقى متسكعة في اماكن نقدر نقول معينة، عمالة تشرب بيرة، قاعدة على الشاطئ، بتجيب على طول معاك اول ما تتكلم معاها، فده خطر يعني، خطر طبعا ان البنت بتجيب كده، فخطر عليك انت قبل ما يكون خطر عليها هي. هي مش فارقة معاها، لكن هي فجأة يعني اقول لك ايه، هديك السيناريو بالظبط. انت كنت قاعد على الشاطئ انت وصديقك، وبتشربوا سجاير، ولا قاعدين بتاكلوا، ولا قاعدين بتعملوا اي حاجه، ولقيتوا 3 بنات ولا 4 بنات جنبكم بتضحك بصوت عالي، وشكلهم كده ايه يعني مبسوطين شويه، اعمارهم 12 13 15 16، الكبيره فيهم عندها 17 سنه مثلا، كاكتب يا زبوت وبتاع، وعايز تتعرف عليها بقى وبتاع، تقول لك ايه ده انتوا منين، وضحك والدنيا ظريفه، وقعدتوا مع بعض 4 ساعات، وجبتوا بقى ايه مشاريب، وقعدتوا تسهروا مع بعض او تسكروا مع بعض، ايا كان عملتوا ايه والعياذ بالله. لكن في النهايه اخر الليله باي 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 باي، باكا باكا، ونتقابل تاني، تليفونات بقى ومش عارف ايه، قابلتها تاني تالت رابع، كل واحد نقلوا واحده من الاربعه ولا من الثلاثه اللي انتوا كنتوا شايفينهم، وبقيتوا بقى ايه تخرجوا باستمرار وبتاع. اي نعم خرجتوا ورحتوا سينما واتفسحتوا في وسط البلد، وهي قالت عايزه افرجك على مكان جميل، وخدتك للحديقه، وخدتك للغابه، وحاجات كتير كده ايه ناس كتير عارفاها من اللي هي غاويه تتعرف على بنات. جه بقى في يوم ما حصل المحظور، او حصل حاجه قبل المحظور بشويه، البنت تاني يوم اشتكت للشرطة. انت لقيت تاني يوم الشرطة فوق دماغك في الابشجيتيا او في السكن او في البيت اللي انت فيه، لان ممكن تكون مثلا دعيتها عندك في البيت وعارفة بيتك، فبلغتهم بمكان البيت. انت بتقول ايه ده بتحبني، ده احنا اصحاب، ازاي تعمل كده؟ هو كده العيال بقى، اللي يمشي ورا العيال ما يخلاش من الخوازيق. انت استحمل، انت غلطت ولازم تتحمل، وهي بتنفذ القانون. هي تقول لك الراجل ده كذا كذا كذا، اعتدى عليا وانا طفلة، انا مش مسؤول عن قراري، الدولة بتعدها طفلة. والبس يا معلم، ده الحالة رقم واحد. احكي لك الحالة رقم اتنين. الحالة رقم اتنين ان انت ما عملتش اي حاجة، فيش مشاكل، مجرد بس تعرفت على واحدة وبتاع ده، وشفتها تاني بعدها بفترة، طب ايه النظام، ما تيجي نيجي ونجيب مليجي، لا ومش عارف ايه، المهم اتعرفتوا وبدأتوا برضو تخرجوا، ومن وراء اهلها تتأخر معاك، اصل انا في المدرسة، اصل انا عند صاحبتي، اصل مش عارف ايه، كلام فاضي من ده. جيت فجأة انت بقى بتقول لها بحبك قوي وبتاع، وجايب لها ورد وكده، تلاقيها ظهرت لك كده وبرقت ورحت بدياك الورد، لا شكرا، باي 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 باي، ورح سايباك وماشية، وكسرت بقلبك، وبعد انت ما تعلقت بيها. دماغ عيال برضو تقولك ايه ده، لا انت كبير في السن، انا الهو واتفسح معاك لكن نبقى اصحاب وحب، واللي انت في دماغك ده انت عبيط ولا ايه؟ خلي بالك في علاقات كتير كده، واحدة تبقى عارفة واحد، وممكن يعني تشوفهم تقول دول متصاحبين وبيمسكوا قدام بعض وعادي، لكن بقى بحبك وبحبك والكلام ده لا، تقول له انا كل يوم مع واحد يا حبيبي، انت في ايه، انت دماغك حب ايه وعلاقه ايه وجواز ايه يا ابني اللي انت بتتكلم فيه، انا عندي 16 سنه، انا عندي 17 سنه، ممكن اصغر منك هي ب 3 4 سنين، بس معلش انت دماغك تراوه،
تقول لك انت في الطراوة انت بعيد عن الكوكب، لا لا روح مع نفسك امشي، ويوم ما هتجوز مش هتجوز واحد اجنبي. عارف بتلاقيها بتقول كلام تاني خالص غير اللي انت شايفه ظاهريا. انت ظاهريا معجبه بيا، ده بتحبني، ده ما بتعرفش تقضي اليوم من غير ما تتصل بيا، ده عايزه تشوفني كل يوم. اه انا متفق معاك، الكلام ده كله موجود، لكن تعالى اقول لها بحبك ولا تعالي مش عارف نعمل ايه، تقول لك لا لا ايه ده. ففي خط حاسم لازم تقف عنده، فاحذر الاطفال، اوعى تتعرف على عيله صغيره. اللي بيمشي ورا العيال في البلد دي وفي اي بلد الصراحه، بس اللي بيمشي ورا العيال ما بيخلص من الخوازيق والمقالب، الحاجات المفاجاه. وشفت ناس كتير قاعده في السجن لحد النهارده بسبب جريمه تحرش بطفله. طفله يقول لك ده دلوقتي عندها 17 18 سنه، ما انت ما تحرشت بيها كان عندها 14 سنه ولا 13 سنه. يقول لك بس شكلها كان فرع، انا مش عرفني انا. لا اعرف، معلش اعرف سنها كام، لان في بنات، انا اديك برضو ايه الزتونه، في بنات ما بتقولش عمرها الاصلي، عندها 13 سنه، لكن تقول لك ايه ده انا عندي 17 سنه انا في الجامعه، ولا تقول لك انا عندي 18 وهي عندها 15. في بنات فرده جسمها يعني طويله وعريضه وشكلها يدي ان هي كبيره، فمعلش لا اتاكد بقى، شوف باسبورها ولا حاجه. تقول لك ايه ده انا واحده لسه عارفها امبارح، ولا وريني باسبورك. يبقى الاحسن ما تتعرفش بقى. اقول لك ايه، انت سيد قرارك، ناوي تلغوص وتغلط يبقى انت ادفع الثمن، او خليك مستعد لدفع الثمن. لكن في الاول وفي الاخر يا اخي يعني ابعد عن الشر وغني له. شوف لك واحده كبيره، بس واحده كبيره 40 سنه و45 سنه، وان الناس بتستسهل يعني وتاخد الاعمار دي. لا يعني نقي واحده من قدك سنك، او استنى سنتين ثلاثه لحد ما يبقى عندك 23 سنه 24 سنه تبقى ناضج، لان اللي سبقوك واتجوزوا اول ما راح اوكرانيا كده وعنده 21 سنه ولا حاجه وقال لك ايوه دي قدري ودي نصيبي وراح متجوزها، بعد كده تعب لانه ما لحقش ينقي صح، ما كانش هو ناضج حتى في اختياراته، هو نفسه اللي بيقول كده. اما بقى عنده 24 سنه يقول لك انا على فكره ما كنتش ناضج اما اخترت الفتاه دي او البنت دي انها تبقى زوجتي، احنا تسرعنا وكنا عيال طايشين وانا خياراتي ما كانتش واضحه وما كنتش عارف انا عايز ايه. والبنت نفسها هتلاقيها بتقول كده. الموضوع ده نتيجته ممكن تبقى ايه، مش هقول لك خيانه، بس هيبقى بالاتفاق كده كل واحد ماشي في حياته منفصل عن التاني، متجوزين بس كل واحد هي شايفه واحد وانت شايف واحده تانية، والحياه المدمره المتهالكه المهترئه دي هي اللي بتبقى سمت حياه الناس اللي من النوع ده. فاحسن لك يا ابن الحلال عايز تزوج من اوكرانيا ما تتسرعش وانت عندك 20 سنه 21 سنه، ما تقولش انا عندي مقدره ماديه انا معايا فلوس انا ناضج انا كبير. لا انت مش ناضج ومش كبير، وانت نفسك اللي هتقول كده مش انا، انت نفسك اللي بعد 4-5 سنين مهما تكابر هتيجي عليك يوم وتقول انا اخترت غلط، انا ما كنتش عارف انا عايز ايه، انا ما كنتش ناضج. الناضج لازم يبقى عنده 23 24 سنه مسؤول عن نفسه بشكل كامل، مش كل شويه يا اهلي ابعتوا لي فلوس وبتاع. ممكن يبقى عندك 30 سنه و40 سنه حتى وبتقول يا اهلي ابعتوا لي فلوس، بس اسمك جربت قبل كده ان انت تعتمد على نفسك، اسمك مسؤول في قراراتك، ابعاد فهمك للحياه احسن بكتير من اما كان عندك 20 سنه. ودي كانت رسالتي النهارده ونصيحتي، ونشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.